أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. لكم الاسم رمزي صالح، رئيس جمعية نسيم. جمعية نسيم اللي تأسست نهار 8 ماي 2016 تأسست في هذا المركب الثقافي اللي في تعاونية النور. هذا المركب الثقافي القانون الداخلي كيحكم بأنني عندي كل كان جوغ ندير اينيو ديالي هنا ديال الجمعية. فيما كنجي كنتفاجئ بأنهم سادين هاد القاعة فوجانا نتوما كما كتشوفوا، مهمشين هاد الدار شباب، ما كتستافدش منها ساكنة البناني بصفة نهائية، ما كنستافدوش منها. هاد الناس فيما كنجي عندهم كيسدوا الباب في وجهي، عندي نشاط ولا اينيو ديالي كيسدوا الباب في وجهي. كتقول لي ملي كنجي نهضر مع مديرها كتقول لي أنا ماشي مديرها، أنا غير كيسيروني، وهي البيو ديالها مكتوبه فيه مديع. كتقولك ماشي انا المديع، سي عند الحاج بن سينا. الحاج بن سينا من اللي جينا كنشوفوا شكون هو الحاج بن سينا، كنلقاو رئيس الشؤون الماليه، لا علاقه ليه بالمديع هنا. المديع اللي كنعرفوه هو الكيسيه، هذا هو المديع. شوفوا هاد الدار الشباب كيف كتهمش، شوفوا حال هاد الشيء اللي هنايا. هاد الدار الشباب في الصيف انا كنتحمل هاد الهضره اللي كنقول في هاد الدار الشباب. في الصيف كيكيوها البيوتا، كيديروها باركينغ. هاد الدار الشباب، هاد المركب الثقافي اللي كاين هنا في البناني، كتستافدش منه ساكنة البناني بصفة نهائية، وهاد المديرة ديما خايفة. فيما كنجيو عندك نقول لها شي نشاط كتقولك لا، وملي جيتها من صيف إنسان واحد آخر بواسطة قالت لي آه تفضل العام سيدي. ودابا ملي عاود تراجعت عندها قالت لي سي عند هذاك السيد قول ليه هو يجي عندي وأنا نخليك تدخل، ولكن تجيني بالواقع ما غاديش نخليك تدخل.